السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة شاس بلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة من لعبة ريد ديد ريدمبشن 2. في هذا المقطع الخاص باليوم سنقوم بتجربة أخرى كالعادة. لقد دخلنا لأيام تجارب، صراحة هذه التجارب فإنها ممتعة جدا ومميزة. بعض التجارب لن نحتاج لاستعمال أكواد الغش في اللعبة لكي نستطيع القيام بها، ولا بعض الآخر من اللازم علينا استعمال أكواد الغش مع الأسف الشديد يا أصدقاء. وخصوصا هذه التجربة التي سنقوم بفعلها في حلقة اليوم يجب علينا استعمال أكواد الغش. لكن قبل هذا هيا لكي ندخل هنا ونكتشف الكامب. العديد منكم طلب مني أن أكتشف الكامب الخاصة بالمنطقة الثلجية، وخصوصا أننا أثناء التختيم لم نكتشف هذه الأمور، ركزنا كثيرا في التختيم لكي نهرب من هذه المناطق الثلجية. وفي بداية اللعبة فإن تكون هناك إعصارات رهيبة جدا هنا، عكس مثلا إذا عدتم لهذه المنطقة في المستقبل القريب فإن هذه الأعاصير لا تبقى صراحة. المهم هي لكي ندخل الآن لهذا المنزل، وهذا المنزل فإنه بمثابة الكامب. أنا وداتش فاندرلاند وخصية هم الأشخاص الذين ينامون هناك، لاحظتم ها وخصية ويتدفأ. وهنا في هذه الغرفة عندنا داتش فاندرلاند. أو داتش، كيف حالك يا صديقي داتش؟ أنت بخير وعلى خير. وها هي حبيبة داتش فاندرلاند مولي، كما تلاحظون هي تقوم بقراءة ذلك الكتاب وترتدي كذلك ملابس البرد. وغرفتي أنا موجودة هنا في هذه المنطقة، هنا أنام إذا أردنا النوم، هذا هو السرير الخاص بنا. هيا لكي نبحث، هل هناك أمور أستطيع أخذها؟ نعم، هناك ميراكل تونيك، هناك كذلك الكلاسيك كوتش كيك تصلح للحصان. وهيا لكي نتحرك يا أصدقاء، سأظهر لكم الآن باقي أعضاء الكامب. باقي أعضاء الكامب فإنهم مختبئون في أحد هذه المناطق، نسيت أين هي بالضبط. ذلك المنزل هناك فإنه مدمر، أغلب المنازل الموجودة في تلك الضفة هناك فإنها مدمرة، لا يوجد فيها أي شيء، وأعضاء الكامب جالسون هنا يتدفؤون ويختبئون من البرد في هذه المنطقة بالضبط. إذا دخلتم شاهدوا معي عدد أعضاء الكامب هنا فإنه هائل جدا. وها هو جون، جون المسكين لقد أنقذنا قام الذئاب بالهجوم عليه. لاحظتم المسكين لقد تأدى كثيرا وهو الآن مريض. تشبت بالحياة يا صديقي جون. وها هي يا أصدقاء أبيغيل حبيبة جون مارسن. إن شاء الله الأمور تكون بخير وعلى خير. العم كالعادة منذ بداية اللعبة هو موجود معنا. هناك كذلك تايلي، ها هو يا أصدقاء جاك الطفل، العديد منكم يحب الطفل جاك. كيف حالك يا صديقي جاك؟ وإذا لاحظتم كذلك في هذه اللحظة من اللعبة عندكم فقط غريت، يمكنكم فقط التكلم بالكلام الجيد مع الكامب لكي ترفعوا معنوياتهم، لا يمكنكم اختيار أنتاغونايز. ها هي أصدقاء سوزن، وها هي المسكينة يا شباب صديقتنا السيدة أدلر. في هذه اللحظة لقد أنقذناها، لكن أولئك الكلاب مع الأسف الأودريسكولز قاموا بقتل زوجها. لاحظتم؟ لا زالت المسكينة حزينة جدا. عندنا ميري بيت كذلك، ميري بيت هي الأنسة التي أحبها في هذه الكامب. وهنا أصدقاء كيرن، شاهدوا معي كيرن، بالكاد نستطيع رؤية وجهها. وهنا ستراوس، ستراوس الكلب بسببه لقد مريضنا. وفي هذه الضفة ترلوني يا حبيبي، كيف حالك يا ترلوني؟ عجيب جدا. بالنسبة لتشارلز بيل وكذلك مايكا باقي الشباب فإنهم يا أصدقاء موجودون في هذه الغرفة هنا، ولا أريد الدخول الآن لأنني إذا دخلت لتلك المنطقة سنبدأ المهمة. عندنا كذلك خافير إسكويلا، ذهبت أنا وهو لكي نقوم بإنقاذ جون مارسن. وهناك بيرسون صديقنا الطباخ. وإذا جئتم هنا لحظيرة الأحصنة، لأن في البداية عندكم حظيرة أحصنة، ها هم يا أصدقاء جميع الأحصنة الخاصة بالكامب هي موجودة هنا. كان هناك حصان كذلك في تلك الضفة، أوه ها هو لقد تغير من المكان. هنا حصان تشارلز وبالقرب من حصان مايكا، وها هو تشارلز، تشارلز جالس بالقرب من حصانه. أتمنى أنك بخير وعلى خير يا تشارلز، لكن مسكين أصيب في يديه، أعتقد عندما هربوا من البلاك واتر لقد أصيب. وهذه الأحصنة يا أصدقاء كما تلاحظون. بالنسبة لحصاني أنا فإنه موجود في الخارج. والآن سنأخذه لكي نبدأ تجربتنا يا أصدقاء، وهي محاولة الذهاب للبلاك واتر والعودة للبلاك واتر بعد هروبنا مباشرة من البلاك واتر، لكي نرى ونكتشف هل سنستطيع فعلها أم ماذا سيحدث بالضبط. حسنا سأضع الويب بوينت هناك. أول شيء سأفعله سأخذ هذا الحصان الخاص بي لكي نرى ونكتشف هل سنستطيع فعلها وسنستطيع العودة للبلاك واتر أم لا. ولا تنسوا يا أصدقاء إذا أعجبكم المقطع الخاص باليوم وتجربة اليوم فدعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا مع أصدقائكم لكي أستطيع الاستمرار ونشر مزيد من هذه المقاطع المميزة لكم. وبالنسبة للأشخاص الجدد في القناة فضلا منكم بطبيعة الحال وليس أمرا مني اشتركوا، لن تخسروا أي شيء، ضغطة واحدة فقط للاشتراك فإنها مجاني، وستساعدوننا إن شاء الله لأن هدفنا هو الوصول إلى 3 مليون صديق في القناة. أوه لقد بدأ شيء أصدقاء في النزول شيئا ما، لاحظتم الصامنة الخاصة بحصاني لقد نزلت، الهيج كذلك الخاصة به نزلت، لاحظتم
لقد مات. مسكين حصاني لقد مات. يعني إذا خرجتم وحاولتم الدفاع فإن حصانكم سيموت. والهيئة الخاصة بكذلك لقد بدأت في النزول. مشكل. من الممكن أنني سأموت يا أصدقاء. ولماذا أصلا حصاني لقد مات بسرعة؟ عجيب. شركة روكستار جيمز فرضت علينا يا أصدقاء هذه الأمور لكي لا نعود للبلاك واتر. ليست لدينا مع الأسف شديد موضات لكي نستطيع يا أصدقاء استعمالها، لكنني سأحاول إن شاء الله استعمال الكودات الخاصة بالغش، وسنكتشف هل سنستطيع فعلا الوصول للبلاك واتر أم لا. هاي التجربة الأولى كما تلاحظون، الهيئة نزلت ولقد ميت. في هذه اللحظة سنستعمل أكواد الغش، وسأستدعي أسرع تقريبا واجن في إمكان استدعائه، وهو ذلك الواجن الصغير. سنأتي إلى هنا للسيتينجز، بعدها سنضغط على مثلت وهي تشيت، والآن سنكتب الكود. بعض الكودات لا يمكنكم مع الأسف الشديد استعمالها خصوصا في بداية اللعبة، لكن هذا الكود أعتقد في إمكان استعماله. اسمه keep your dreams، keep your dreams light على ما أعتقد، إذا لم تخني الذاكرة، light على هذا الشكل. جيد، أوكي، نجحنا. ها هو create buggy، ممتاز. activate، yes. ها هي، ممتاز، ظهرت أمامي. يا سلام عليك. أعتقد باستعمالنا لهذه العربة الآن إذا ذهبنا لتلك المنطقة فإن الحصان على الأقل لن يموت. بالنسبة للهيئة الخاصة بي انتظرونك. أوه، الهيئة عندي نازلة جدا. عندي بعض من هذه الأمور الخاصة بالهيئة، لكن لا أعتقد بأنها ستكفيني لكي أعيش هذه المسافة الطويلة، وهذا صراحة مشكل كبير. لهذا السبب سأحاول استعمال كود خاص بالهيئة. هذا الكود يا أصدقاء. حسنا، يس. You do not meet the print. Oh, to unlock this sheet. لا أستطيع مع الأسف استعمال ذلك الكود. لهذا السبب سنحاول استعمال كود آخر، وهو اسمه لاكي. هذا الكود لقد استعملناه إذا تذكرتم أصلا أثناء قيامنا بالذهاب لمكسيكو. استعملت هذا الكود لكي أحصل على ما لا نهاية من السامنة. جيد، أتمنى أن يشتغل هذا الكود. أوه، مع الأسف، يعني أن الكودات الخاصة بالهيلت لا يمكنكم مع الأسف الشديد يا أصدقاء تشغيلها. حسنا، هيا سنذهب. سأحاول الحصول على الهيلت الآن. سأستعمل هذه الأمور الخاصة بالهيلت، وهي لكي نتحرك يا أصدقاء. أتمنى فقط ألا نموت الآن لأن الطريق فإنها طويلة جدا. على الأقل الحصان فإنه لن يموت، لكن بالنسبة لي أنا من الممكن أن أموت. الأمر الجيد هو أن الشيء الذي ينزل أولا ليست هي الهيلت، بل تنزل فقط تلك البار وهي درع الهيلت. هي الشيء الأول الذي ينزل. على الأقل استطعنا حل مشكلة الحصان. حصاننا الآن لن يموت. شيدوا شيدوا، بالكاد أستطيع رؤية الطريق. علي الحذر كثيرا يا أصدقاء، وسنرى ونكتشف ما هي أقصى منطقة في إمكاننا الوصول لها. الآن سأستعمل تلك الخاصة بالهيلت، ممتاز، الحمد لله أنها موجودة عندي. أوه، شاهدوا، هناك شخص يا أصدقاء لقد ظهر ويتعارك مع الذئاب. على الأقل في هذه المنطقة لا يوجد أي ضباب، أمر جيد جدا، أستطيع رؤية بشكل جيد. بالرغم من هذا فإن الهيلت الخاصة بي لا زالت تنزل. سأحاول ملء الهيلت قليلا كذلك. نأكل تلك البسكويتات. جيد، وهي لكي نتحرك. سنرى ونكتشف إلى أين سنصل بالضبط. المشكل صراحة فإنه كبير جدا. أنا أتساءل صراحة لماذا شركة روكستار جيمز فرضت علينا يا أصدقاء هذه الأمور، ولماذا الهيلت الخاصة بنا تنزل. لو خرجت لعبة ريد ديد ريدمبشن في الحاسوب من الممكن أن نستعمل الموضات إذا قام الشباب بصناعتها، وأكيد سنستطيع فعلها وسنستطيع التنقل أوتوماتيكيا للبلاك واتشر، وسنرى ذلك العدد الهائل جدا من رجال الشرطة هناك. وكذلك لا أعلم هل في إمكاني رفع المستويات الخاصة بالهيلت. على الأقل استطعنا الهروب، بدأنا نرى الربيع الآن. بالرغم من هذا الأجواء لا زالت ثلجية، رغم من أننا خرجنا من مشكل، لقد أخطأت. علي النزول فوق من الماء والصعود من هنا. مشكلة الحصان قمنا بحلها الحمد لله، لكن مشكلة الهيلت أمر سيكون صعب جدا. الآن لقد خرج، لكن لماذا الهيلت لا زالت تنزل؟ اعتقدت بأنني إذا وصلت لهذه المناطق الهيلت لن تنزل، لكن لا. لقد استعملت الآن آخر ميراكل تونيك يا أصدقاء، مع الأسف الشديد. اقتربت من الوصول. هناك هذا الشخص كذلك فإنه يجري، لاحظتم. وخرجنا الآن، خرجنا للشمس. بالرغم من هذا الهيلت لا زالت تنزل. شركة روكستار جيمز فرضت عليكم يا أصدقاء نزول الهيلت. حتى ولو خرجتم لهذه المناطق فإن الهيلت ستستمر في النزول. لا تريد منا الذهاب للبلاك واتشر. ليست لدي هيلت الآن مع الأسف. حسنا، سأقف وسأكتشف هل هناك كودات تعطيني الهيلت. على الأقل هذا الكود لقد اشتغل. اسمه seek all the bounty of this place. لكن أين هو أولا؟ أين أنت يا أيها الكود؟ ها هو، increase health stamina in dead eye. ممتاز، لقد شغلته. هذا فإنه سيعطيني الهيلت والستامينا والديد آي. أوه، لكنه لم يعطيها لي.
لا بل أعطاها لي. لاحظتم لهيلت لم تعد تنزل كثيرا. بالرغم من هذا لقد بدأ أشوف النزول. مشكل، بالرغم من أنني استعملت ذلك الكود لكن لا يشتغل، الهيلت لا زالت تنزل. لاحظتم هذا صراحة مشكل كبير جدا يا أصدقاء. مع الأسف الشديد سنموت في أي لحظة الآن. جميع الأمور الخاصة بالهيلت لقد قمت بإنهائها مع الأسف، شاهدوا لازالت عندي تلك، قمت باستعمالها كذلك لكن الهيلت بدأت في النزول بسرعة. لاحظتم مع الأسف الشديد يا أصدقاء، شاهدوا سأموت في أي لحظة الآن. مع الأسف لم يتبقى لي أي شيء، بقيت فقط السجائر، سأموت في أي لحظة. المهم أين وصلنا في الخريطة؟ استطعنا الوصول لهذه المنطقة بالضبط بالقرب من داكوتا. على الأقل خرجنا من المنطقة الثلجية رغم أننا دخلنا للمنطقة الربيعية. الهيلت فإنها استمرت في النزول. شركة روكستار جيمز لا تريد منا يا أصدقاء الوصول للبلاك واتشر. البلاك واتشر فإنه موجود في ذلك المكان. لو استطعنا فقط منع الهيلت من النزول لاستطعنا الوصول للبلاك واتشر، لكن لا أعتقد ذلك. مشكلة الحصان قمنا بحلها، لكن مشكلة الهيلت لم نستطع حلها مع الأسف. بالرغم من استعمالنا أكواد الغش، أغلب الأكواد الخاصة بالهيلت والستامينة فإنها لا تشتغل. حتى ذلك الكود الذي اكتشفناه يقوم بإعادة ملء الهيلت والستامينة اشتغل، استطعنا إدخاله لكنه لم يشتغل. عندما قمت بتفعيله فإنه لا يضيف لنا الهيلت مع الأسف الشديد. لكن سأودعكم، أتمنى أن المقطع الخاص باليوم أعجبكم. استطعنا تحدي أنفسنا على الأقل ووصلنا هنا. شاهدوا سافرنا مسافة طويلة جدا صراحة، تقريبا وصلنا حتى الويست إليزابيث. لم يتبقى الكثير وسنستطيع الوصول للبلاك واتر، لكننا مع الأسف لم نستطع، ولا أعتقد بأن في إمكانكم فعلها. إذا استطعتم يا أصدقاء فعلها فقط قولوها لي في ردود واشرحوا لي الاستراتيجية، وإن شاء الله سأقوم بتجربتها مرة أخرى. لكن الآن سأودعكم، أتمنى أن تجربة اليوم أعجبتكم. لا تنسوا ادعمونا بالضغط على زر لايك وانشروا المقطع مع أصدقائكم. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.